نشرة الأخبار. التأليف يسير كالسارق على رؤوس الأصابع، والتشكيلة الثالثة 4 للقوات بوزير دولة ووزيران للتقدم وثالث وسطي. عون لا بخشيش لأحد، وجعجع يحاربني في الواقع. خليل ينفي أصل وفصل 5000 ليرة على البنزين. هذا الحكي ما سمعت فيه أبدا على الإطلاق من حدا، وبأكد أنه ما في حتى التفكير بهذا الموضوع. الدفاع يذكر بمواقف الحريري، سلاح المقاومة شرعي، أقطع أصابعي ولا أوقع على بيع دم المقاومة، وطفلا كنت من أول مقاتلي المقاومة. كيف كان الرئيس رفيق الحريري يشكل تهديدا لحزب الله؟ غارة إسرائيلية على اللاذقية. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم، لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات. بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. الحلم تحقق، وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهربا زحلي وعدت ووفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهربا زحلي، دايما نحو الأفضل. الكلام كتير عن تلوث نهر الليطاني، تنمية المشهورة بإنتاج لحم الدواجن المميز بتكرر مياه مسلخة بالبقاع من 20 سنة بشروط وزارة البيئة، وبكلفة أكثر من $500,000 سنوياً لتصير مي صالحة للزراعة. تنمية كانت وبتضل صديقة للبيئة. أخذت عملية تأليف الحكومة منحاً آخر، أكثر كتماناً وحيطة وحذراً وأقل ضجيجاً، وكأنها تسير كالسارق على رؤوس الأصابع لإنضاج صيغة ثالثة في ضوء الملاحظات الرئاسية. وكالسارق في ليلة ظلماء طرحت زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين قبل أن يبادر وزير المال إلى نفيها. وإذا كان رسم المحروقات سحب من التداول بعد النفي الصادر عن وزير المال، إلا أن الأحداث لم تمنع من ضبط تأليف الحكومة بالجرم المشهود، والأدلة متعددة وكذلك القرار الاتهامي. فرئيس التيار يتهم التقدم والقوات بالجشع، ورئيس القوات يتهم وزير الخارجية بجرم الاحتكار، ورئيس التقدم يمنع على باسيل أن يكون متزوجا من كريمة رئيس الجمهورية. إزاء مضبطة الاتهام هذا، لم يستطع الرئيس المكلف أن يقدم حتى الآن سوى وصفة التواضع، ولم يستطع رئيس الجمهورية سوى منع مرور مرسوم التأليف. المرسوم مضمون عند الرجلين إن اتفقا، ومستحيل إن اختلفا، والحل سبق وأعطاه رجلان ديني ومدني. البطريرك الراعي دعا إلى حكومة طوارئ حيادية، ورئيس الكتائب إلى حكومة اختصاص، وجاءت تغريدة وليد جملاط بالمختصر المفيد: كم هو بليغ كلام البطريرك. التأليف يسير من دون ضجيج، وقد ساهم في ذلك اتخاذ التقدم والتيار الوطني قرارات متبادلة بوقف التصعيد الإعلامي بين الجهتين، إلا أن الضجة خرجت من قصر بعبدة بحسب ما نقل عماد مرمل في الجمهورية عن رئيس الجمهورية، الذي جدد التأكيد أمام زواره بأنه لن يبقى منتظرا تأليف الحكومة إلى ما لا نهاية، وبعد عودته من نيويورك سيكون لكل حادث حديث. عون أكد أن الحصة الرئاسية باتت تقليدا أو عرفا هو معني بأن يحافظ عليه، سائلا: هل المطلوب مني أن أقدم البخشيش الوزاري حتى يرضى هذا الطرف أو ذاك؟ إن هذا الأمر
غير وارد، ويشير عون إلى أن من المفارقات التي توقف عندها محاولة إعطاء القوات حقيبتين وازنتين من ضمنهما واحدة شبه سيادية وإعفائها من وزارة الدولة على حساب أطراف أخرى. أضاف رئيس الجمهورية: يريدونني أن أكبس جبران باسيل وأن أضغط عليه حتى يتراجع عما يطرحه حكوميا، لكن هؤلاء يتجاهلون أو يجهلون أنني أتعامل مع باسيل مثلما أتعامل مع أي رئيس حزب سياسي آخر، لأنني كرئيس للجمهورية أقف على مسافة واحدة من الجميع. ويغمز الرئيس عون من قناة وليد جنبلاط وسمير جعجع ويتساءل: لماذا يطلب مني أن أكبس جبران حصرا بينما الآخرون يتمادون في مواقفهم ويرفعون سقوفهم إلى ما فوق المنطق؟ إن الضغط يجب أن يمارس على هؤلاء بالدرجة الأولى. وحول ما إذا كان ستستجيب وحول ما إذا كان سيستجيب لنصيحة رئيس حزب القوات سمير جعجع بإنقاذ عهده، يرد عون مبتسما: هل العهد مهدد بالسقوط لإنقاذه؟ مشيرا إلى أن من يراقب سلوك جعجع يلاحظ أنه يدعم العهد في الظاهر ويحاربه في الواقع. ويغمز أيضا من قناة وليد جنبلاط بقوله: إن المصلحة جمعت وليد جنبلاط وسمير جعجع، وهما يدخلان معا ويخرجان معا من الحكومة، والحريري ليس جزءا من هذا الثنائي، لكن هناك اعتبارات معنية تضغط عليه دائما على ذمة عماد مرمل في الجمهورية. ونقلا عن رئيس الجمهورية: وسط هذا المناخ يعمل الرئيس المكلف على وضع اللمسات الأخيرة على صيغة جديدة هي الثالثة، سيحملها إلى رئيس الجمهورية، وتأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي حددها عون في معرض قراءته الصيغة الأخيرة. ويقوم التعديل على إعطاء القوات 4 وزارات، واحدة منها وزارة دولة، وإعطاء التقدمي وزيرين درزيين وثالث وسطي. السفير الفرنسي برونو فوشي أعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية إن بلاده تبدي اهتماما خاصا بتأليف الحكومة، لا سيما لجهة متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر السادر وتوصياته. وجدل التأكيد أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت ستتم في موعدها منتصف شباط المقبل. حزب الكتائب دعا إلى تحرير تأليف الحكومة من العقد المتحكمة بها، وموقف الحزب جاء بعد اجتماع المكتب السياسي برئاسة النائب سامي الجميل. الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان تلا القرارات: يحذر حزب الكتائب من المخاطر التي يتعرض لها الوطن والمواطنون جراء الضغوط السياسية والاقتصادية والمعيشية والتربوية، فيما المعنيون بعملية تسهيل التأليف كل يغني على ليلاه ومصالحه، وهم في كل ما يفعلون يمعنون في الإضرار بلبنان ويسيئون إلى صورته واقتصاده ويضعون اللبنانيين بين شري البطالة والهجرة. الرئيس فؤاد السنيورة الذي زار المطران الياس عودي دعا إلى التمسك بالطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية. إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية، أهمية الحفاظ والتمسك باتفاق الطائف منعا لأن يستدرج لبنان، ولا سيما في ضوء هذه المخاطر الكبرى الداخلية والمخاطر الكبرى الإقليمية التي تستدعي مزيدا من العمل من أجل الحفاظ على العيش الواحد الإسلام المسيحي في لبنان. التهدئة الإعلامية بين التقدم والتيار الوطني لم تنسحب على الوضع بين التيار والمردة. نستمع إلى ما قاله الوزير جبران باسيل للإم تي في: ما فيك أنت الأول بالصف تحكي معه مثل ما بتحكي مع الآخر بالصف، ما فيك تعملهم مثل بعضهم. لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2019، ولا زيادة ل5000 ليرة على صفيحة البنزين لزوم تمويل القروض الإسكانية.
النفي القاطع جاء على لسان وزير المالية علي حسن خليل الذي أكد السير بمشروعه القاضي بأن تتحمل وزارة المالية فارق الفوائد المطلوبة للقروض السكنية. هذا الحكي ما سمعت فيه أبدا على الإطلاق من حدا، وبأكد أنه ما في حتى التفكير بهذا الموضوع. حزب الكتائب دعا إلى تمويل مستدام للقروض الإسكانية من دون المس بمحفظة المواطن. إزاء تفاقم أزمة القروض السكنية وتداعياتها القاسية على الشباب اللبناني، يجدد حزب الكتائب مطالبته بضرورة إعادة إطلاق هذه القروض من خلال سياسة التمويل المستدام وضبط الهدر والفساد، وليس من خلال مد اليد إلى جيوب أصحاب الدخل المحدود. وكان وزير المال قد شارك في اجتماع لجنة المال والموازنة وتقدم بتقرير فصلي عن المالية العامة للدولة شمل الأشهر الستة الأولى من هذا العام. خليل حذر من أن عجز الكهرباء قد يبلغ 3 مليارات دولار موزعة بين العجز الأصلي بقيمة 2100 مليار و 800 مليون طلبتها إدارة الكهرباء، يضاف إليهما كلفة الباخرة السالسة. معي مباشرة النائب في كتلة الكتائب الأستاذ الياس حنكش. صباح الخير أستاذ الياس. صباح النور أستاذ جورج. طبعا حديثنا عن القروض الإسكانية بداية، هل اقتراح القانون اللي تقدمت فيه حضرتك والقاضي بتمويل القروض يبدو من فوائد المصارف، هل هو كان الهدف منه قطع الطريق على التدبيرين المحكى عنهما حاليا 5000 ليرة على صفيحة البنزين أو زيادة التي في آ؟ بس منعا للالتباس نحن ما قدمنا مشروع قانون، هذه اقتراحات قدمناها بجولتنا ككتلة حزب كتائب على المعنيين، على وزير المالية وعلى رئيس أو مدير عام مؤسسة الإسكان والمطورين العقاريين. ولكن هذه الجولة مبارح أو الزيارة الأسبوع الماضي لا حاكم مصرف لبنان كانت واحدة من سلسلة زيارات عملناها كلجنة نيابية على وزير المالية وعلى وكمان وزير الاقتصاد، والأسبوع الماضي وهيدا الضجة اللي أثيرت زيارة حاكم مصرف لبنان يلي منه شايف أي طريقة للتمويل إلا بزيادة ضرائب على البنزين والتفئة. ولكن منه اقتراح، يعني كمان تنعطيها حجمة، يمكن نعطيك حجم أكبر بكثير من النقاش، كان نقاش صريح بيننا وبين حاكم مصرف لبنان. كان عندنا انا اقترحت ما كنا قد اقترحناه ككتلة نواب حزب كتائب، وهي تمويل اذا بدك صندوق الاسكان من ضرائب على المصارف، من رسوم على المصارف، ومن او من مش الاملاك البحريه. عندنا هالمكمنين هودي اللي قادرين نمول منهم. ولكن هو لكل اقتراح كان عنده إذا بدك جواب تقني أو علمي، واحدة منهم عنده رأي حاكم مصرف لبنان تقريبا كان بهالتوجه. ولكن قبل نحن وقت عملنا جولتنا كان عندنا غير انطباع من وزير المالية ومدير عام مؤسسة الإسكان، يلي كان في كمان اجتماع كان بده ينعمل. نحن من ثلاث اسابيع عملنا هذه الجوله، وكان في اجتماع بده ينعمل بين الثلاث مؤسسات اللي وزاره الماليه، مؤسسه الاسكان، وحاكميه مصرف لبنان. لا ينبنى على هذا الاجتماع طرق تمويل الاسكان، وهذا الموضوع انا برايي ما بيقدر يكمل معطل هيك. يعني راح نكمل نحن ضغط، ان كان ككتله نواب حزب كتائب او كلجنه اقتصاد تجاره وتخطيط، راح نكمل ضغط بانه نلاقي حل، لانه الكلفه منا كثير عاليه. يعني نحن قادرين نامن اول سنه، هي المشكله باستدامه الحل، يعني لانه كل سنه راح عن سنه راح تتراكم. وهون في اقتراحات عم تتداول تنقدر نطلع بحل ونحل هيدي المشكله. السؤال الاخير بالسياسي استاذ الياس حنكش، بقراءه الكتائب بعد مقفله عمليه تاليف الحكومه؟ يعني طالما التناتش وال 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 والجشع والفجع موجود، ايه طبعا. يعني اليوم منحس انه ما في حس بالمسؤوليه. لو المسؤولين مسؤولين يمكن بيشيل من حصصه، ومين ما كان يعني من كل طرف رح يشيل من حصته ويعطي التاني تيرضي تنمشي البلد. شو النفع إذا أخذنا وزير زيادة
والبلد سقط. نائب في كتلة حزب الكتائب النائب ليس حنكش، بدي أشكرك هذا الصباح. رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان اعتبر أن الاستقرار شرط من شروطه إنجاز الإصلاحات. اعتمادات الموازنة القانونية تم بكثير من الوزارات تجاوزها، بذكر على سبيل المثال وقف التعاقد مثلا في كثير من الوزارات، مش رح أذكرها هلأ، ما التزمت. كمان عنا موضوع المناقصات أساسي، لأن عرفنا من الوزير أنه في بعض الالتزامات عم بيصير فيه تجاوز مرة واثنين وثلاثة للعقد الأساسي. نشرة أرب إيكونوميكس فيوليت بلع اعتبرت أن قطاع المصارف يعاني من تداعيات السلسلة، وأن تصنيف المصارف سيتأثر إذا ما اقتطعت منها ضريبة لتمويل القروض الإسكانية. وقالت بلع لصوت لبنان: بظل الحالة الاقتصادية السائدة وبظل الإرادة السياسية الغايبة عن الإصلاح ومكافحة الفساد، بدليل وزير المالية عم يتوقع 1.5%، يعني كمان شوي سقف متفائل، ربما أكيد رح يكون عندنا خيار الضرائب هو الوحيد المحفوظ الباقي أمامنا من أجل الالتزام بما يتواجب، يعني تمويل كلفة السلسلة، تمويل القروض السكنية، وأيضا تمويل التزام خفض نسبة العجز نسبة 1% على مدى 5 سنوات. يعني الأصل بدي أقوله أنه طالما الاقتصاد ضيق إلى هذه الدرجة، طالما لبنان سياسيا ما بده يعمل إصلاح وما بده يكافح الفساد، بعدنا ماشيين بالسقف الإنفاقي المرتفع، الإنفاق غير المجدي مش الإنفاق الاستثماري، أكيد ما عندنا خيارات أخرى. الرئيس نبيه بري يترأس غدا اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي سيحدد جدول أعمال الجلسة التشريعية والتي من المفترض أن تعقد أواخر هذا الشهر. وكان بري قد تبلغ من رئيسي الجمهورية والحكومة موافقتهما على انعقاد هذه الجلسة لضرورات تشريعية. استأنفت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها واستمعت إلى المرافعات الختامية لفريق الدفاع عن المتهم سليم عياش. محامي الدفاع إيميل عون اعتبر أن الإدعاء لم يتقدم بأي دليل أو شاهد على أن عياش كان جزءا من عملية مراقبة الرئيس رفيق الحريري أو أنه هو المستخدم الوحيد للهواتف المنسوبة إليه. لم يقم أي شاهد بإسناد أي من الهواتف المزعومة للسيد عياش، وبالتالي لم يثبت الادعاء أن السيد عياش هو المستخدم الواحد للهواتف المنسوبة إليه. كيف كان الرئيس رفيق الحريري يشكل تهديدا لحزب الله ولستاتيكو القائم في 2005؟ وطلب وكيل الدفاع العودة إلى تصريح الأمين العام لحزب الله الذي لم يعترف بوجود الشبكة الهاتفية الخضراء التابعة لحزب الله، كما ذكر بقولين للرئيس الشهيد: الأول أنه إذا ما فاز في الانتخابات فسيثبت سلاح المقاومة كسلاح شرعي، والثاني أنه سيقطع أصابعه العشرة ولن يوقع على بيع دم المقاومة بموضوع 1559، لافتا إلى أن الحريري قال إنه عندما كان طفلا كان من أول مقاتلي المقاومة. أحد ضحايا التفجير ربيع نهرة علق على مرافعة الدفاع: محامي الدفاع كان عم بيحكي شيء بالسياسة، أنا ما في أتهم بالسياسة، وأهم شيء بدنا نعرف الحقيقة. في سياق آخر، نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن يكون قد وقع قرارا يسمح بموجبه لبلدية الغبيري بأن تسمي شارعا باسم مصطفى بدر الدين أحد المتهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأكد المشنوق أنه لا يوافق على هذه التسمية، وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضا من قبل وزارة الداخلية، ويشدد على أن رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام. وقرر المشنوق توجيه كتاب رسمي إلى بلدية الغبيري يطلب بموجبه إزالة اللافتات التي تشير إلى اسم الشارع. العدادات وعد الأيام حتى الأول من تشرين بعد هذا الفصل.
الأحداث والمنحرفون مجرمون أم ضحايا؟ كيف تتعامل الدولة مع قضيتهم والقضاء مع مخالفاتهم؟ وهل حماية الأحداث المعرضين للخطر أولوية؟ نقطع السطر يفتح الملف مع النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوز خميس ورئيسة مؤسسة الأب عفيف عسيران المحامية منى عفيش الثلاثاء بعد نشرة أخبار 8:15 صباحا مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. الأول من تشرين الأول يقترب والحل لم يرتسم بعد بين وزير الاقتصاد وأصحاب المولدات بشأن تركيب العدادات. تقرير مروان الأدوم. على مسافة 10 أيام من انتهاء المهلة التي أعطاها وزير الاقتصاد رائد خوري لهذا القطاع لتركيب عدادات بدلا من الديجونكتور، المشهد هو التالي: رفض أصحاب المولدات تركيب العدادات لاستحالة هذا الأمر، كما أكد أحد مالكي المولدات المختار سهيل عقيقي لصوت لبنان. عدم توفر الأماكن وعدم استيعاب الأبنية لعلب العدادات مضافة إلى علب مؤسسة كهرباء لبنان. 2- عدم وجود أفق اقتصادي واضح لزيادة الاستثمارات الناتجة عن تطبيق القرارين المذكورين اللذين يفرضان زيادة المولدات وتوسيع الشبكة. 3- عدم إمكانية تحمل الأكلاف الباهظة الناتجة عن تركيب العدادات. 4- عدم إمكانية معالجة النزاعات التي ستنشأ عن هذه العدادات الإضافية تبعا لعدم وجود آلية شبيهة بتلك المعتمدة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. أما على صعيد خط وزارة الطاقة، المرجع التقني الصالح، تبقى الاتصالات والمشاورات جارية بين الطرفين، وأشارت مصادر لصوت لبنان أنه سيتم السعي مع الوزير الاتفاق على آلية منصفة وعادلة لطرفي الإنتاج والاستهلاك. مروان الدوم، صوت لبنان. أحال النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود ملف الإعلامي سالم زهران إلى نيابة العامة الاستئنافية في بيروت بعدما تم الاستماع إلى إفادته أمام المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاس بشأن ما صرح به أثناء المقابلة التي أجرتها معه قناة المنار، وطلب تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم التحقير والقدح والذم بشخص رئيس دولة الكويت وتعريض علاقة لبنان الخارجية للمخاطر. الرئيس أمين الجميل اتصل بسفير دولة الكويت في بيروت عبد العال القناعي وأثنى على التاريخ الصلب بين لبنان والكويت، مذكرا بالمبادرات الكويتية التي كانت الحاضر الدائم في الزمن اللبناني الصعب والسهل في آن معا، وهي مبادرات اتسمت بالأخوة والسخاء في زمن الضيق والشدة، ولا سيما في محو آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان من خلال قيادة حركة إنماء وإعمار كان لبنان أحوج ما يكون إليها. واعتبر الرئيس الجميل أن الشجب في هذا المقام غير مفيد لرسوخ العلاقات وعلوها، بحيث لا تعير أي اهتمام لأصوات النشاز. اعتصم أمس أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين في كلية التربية مطالبين بتحصيل رواتب شهر آب مع الدرجات الثلاث والمفعول الرجعي. على خط تربوي آخر، انتخب البروفيسور رولان طنب عميد كلية الطب في جامعة القديس يوسف نائبا لرئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات علوم الحياة التابعة لمنظمة اليونسكو. استهدفت غارات يرجح أنها إسرائيلية مدينة اللاذقية. بموازاة الغارات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها فقدت الاتصال بطائرة روسية فوق سوريا وعلى متنها 14 عسكريا، لافتة إلى أن ذلك حصل بينما كانت 4 طائرات من طراز F-16 تهاجم مدينة اللاذقية بالتوازي مع إطلاق الفرقاطة الفرنسية أوفيرني صواريخ من على متنها. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مصير من كانوا على متن الطائرة الروسية غير معروف، وأن قاعدة حميميم الروسية نظمت عملية بحث وإنقاذ.
التلفزيون السوري أشار إلى أن الغارات استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية في اللاذقية، لافتا إلى أن الصواريخ كانت قادمة من عرض البحر، وقد تصدت المضادات الجوية السورية لهذا العدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. مسؤولة في وزارة الدفاع الإسرائيلية امتنعت عن التعليق على الحادثة. في المقابل نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية توجيه أي ضربات أمريكية إلى مواقع في سوريا، لكن مسؤولا في البنتاغون كشف لوكالة رويترز أن الدفاعات الجوية السورية ربما أسقطت طائرة عسكرية روسية عن طريق الخطأ، ظنا منها أنها طائرة إسرائيلية تشارك في شن الهجوم على اللاذقية. وتجدر الإشارة إلى أن قصف اللاذقية يأتي بعد أن نجحت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي في تجنيب إدلب عملية عسكرية، حيث اتفق الجانبان على إقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بموافقة دمشق على طول خط التماس بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة في محافظة إدلب، على أن تنسحب الجماعات المتطرفة من تلك المنطقة وتسلم سلاحها الثقيل. الرئيس الروسي أوضح أن المنطقة العازلة ستنشأ بحلول 15 من تشرين الثاني المقبل، وستكون بعمق 15 إلى 20 كيلومترا، مع انسحاب مقاتلي المعارضة المتطرفين من هذه المنطقة التي ستخضع لمراقبة مشتركة من الوحدات التركية والشرطة العسكرية الروسية. الرئيس التركي اعتبر من جهته أن الاتفاق سيتيح لأنصار المعارضة البقاء في أماكنهم وسيجنب إدلب أزمة إنسانية. إلى صفحة الرياضة مع نجيب قاعي. صباح الخير. البداية اليوم رح بتكون مع المباراة اللي كان عم بخوضها امبارح منتخب لبنان بكرة السلة ضد منتخب نيوزيلندا بنيوزيلندا. صحيح انه تقدم تقريبا 90% من المباراة لانه خسر بالدقيقة الأخيرة من بعد لاعب جماعي مميز ومن بعد خسارته لأكثر من لاعب أساسي، وبالتالي المنتخب اللبناني مطالب بتحقيق الفوز بمواجهة كوريا الجنوبية بكوريا الجنوبية ب 29 تشرين الثاني، ومن ثم بتكون عنا مباريات الرد مع الصين بالصين باثنين كانوا الأول، لبنان نيوزيلندا بلبنان ب 22 شباط، ولبنان بمواجهة كوريا ب 25 شباط. بالطبع هو حاليا بمركز الوصافة بترتيب هذه المجموعة المؤهلة لنهائيات بطولة العالم يلي راح بتصير بالصين. اليوم راح نكون مع عدد كبير من المباريات بالتشامبيونز ليج. بنبلش مع المجموعة الأولى، بروشيا دورتموند سي كلوب بروج، موناكو بمواجهة أتلتيكو دو مدريد، بالمجموعة الثانية انتر توتنهام، برشلونة بي اس جي اندوفن، بالمجموعة الثالثة النجم الأحمر بلغراد نابولي، ليفربول باريس سان جيرمان، واحدة من أقوى المباريات اللي راح بتصير الليلة. أما المجموعة الرابعة فرح نشوف فيها مباريات بتجمع شالكي مع أفسي بورتو وغالاتا سراي بمواجهة لوكوموتيف موسكو. وإلى الأحوال الجوية. يستمر الجو غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف في الحرارة التي تصل على الساحل إلى 30 درجة. كان في النشرة التأليف يسير كالسارق على رؤوس الأصابع، والتشكيلة الثالثة 4 للقوات بوزير دولة ووزيران للتقدم وثالث وسطي. عون لا بخشيش لأحد وجعجع يحارب العهد. خليل ينفي أصل وفصل 5000 ليرة. هذا الحكي ما سمعت فيه أبداً على الإطلاق من حدا، وبأكد أنه ما في حتى التفكير بهذا الموضوع. وحنكش يشدد على تمويل القروض. حاكم مصرف لبنان منه شايف أي طريقة للتمويل إلا بزيادة ضرائب. الدفاع يذكر بمواقف الحريري، سلاح المقاومة شرعي وأقطع أصابعي ولا أوقع على بيع دم المقاومة، وطفلا كنت من أول مقاتلي المقاومة. كيف كان الرئيس رفيق الحريري يشكل تهديدا لحزب الله؟ غارة إسرائيلية على اللاذقية. وبهذا نصل إلى ختام نشرة أخبار 8:15، قدمناها لكم من صوت لبنان.